لطالما كانت عائلة النوت من شركة شاومي من أنجح الإصدارات، وخصوصا بعد نجاح الإصدار نوت 10 بفئتيه العادية والبرو، لذلك دعمتهم شاومي بنوت 10 لايت الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة. فدعونا نصحبكم لنرى تجربتنا لهذا الهاتف من شاومي. أهلا بكم. أولا التصميم. من النظرة الأولى ستجد أن تصميم نوت 10 لايت مطابق تماماً لتصميم نوت 10 مع اختلاف بسيط في تصميم الكاميرات الخلفية. أبعاد الهاتف 157.8 ملم للطول و74.2 ملم للعرض، وسمكه 9.67 ملم ويزن 204 جرامات، ما يجعل الهاتف محافظاً على هوية عائلة نوت 10 من راحة وإحكام القبضة مع فخامة الملمس، حيث إن ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج المدعوم بطبقة حماية من الجيل الخامس. من أسفل الهاتف نجد منفذ الشحن تايب سي مع منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن مع منفذ السماعات الخارجية ومايك عزل الضوضاء. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة يعلوه زر التحكم في الصوت، وأسفل منه منفذ شرائح الاتصال الذي يسع شريحتي اتصال فقط ولا يدعم تركيب كروت ذاكرة خارجية. على يسار الهاتف لا نجد أي منافذ. من الأعلى نجد منفذ IR الذي يعد أحد السمات المميزة لهواتف شاومي مع مايك إضافي لعزل الضوضاء. الشاشة هي الوحيدة في هذه الفئة السعرية التي تأتي كيرفد، مما يعزز من فخامة الملمس والمظهر للهاتف. ونجد من أعلى الشاشة النوتش الذي يحتوي على الكاميرا الأمامية ومدمج بها مستشعر البصمة من الأسفل. من الخلف نجد الكاميرات الأربع الخلفيات التي تأتي متراصة رأسيا مع فلاش ليد رباعي في إطار أسود ذي بروز خفيف يختفي هذا البروز مع تركيب غطاء الحماية المدرج في علبة الهاتف. إجمالا حافظت شاومي على بريق سلسلة هواتف النوت وهوية عائلة النوت 10 لتلائم كل فئات المستهلكين. ثانيا الشاشة. تأتي شاشة النوت 10 بنوتش على هيئة ووتر دروب مع حواف منحنية من الجوانب. الشاشة من نوع أموليد، مساحتها 6.47 بوصة، تمثل 87.8% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف. جودة الشاشة Full HD Plus بدقة 1080x2340 بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع كورنينج غوريلا جلاس الجيل الخامس، وتدعم الشاشة الـ HDR10. ثالثاً العتاد. زودت شاومي هاتفها بمعالج من شركة كوالكوم وهو سناب دراجون 730 جي بتقنية 8 نانو مع معالج رسوميات أدرينو 618. الهاتف يتوفر بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع نسختين للرامات 6 و8 جيجا بايت، ويعمل بنسخة أندرويد 10 وواجهة تشغيل MIUI 11. هذه التركيبة العتادية اعتدنا عليها في هواتف شاومي، حيث كنا رأيناها سابقا مع هاتف مي 90 والذي يقدم أداء جيدا ومتوازنا مع التطبيقات والألعاب. تجربتنا لببجي لأكثر من ساعتين لم نشعر فيها بارتفاع درجة حرارة الهاتف أو أي مشاكل في استجابة الشاشة، مما دعم تجربة الألعاب. رابعا الكاميرات. منظومة التصوير في النوت 10 لايت تتكون من 5 كاميرات، واحدة أمامية وأربع في الخلف. الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 مع مستشعر من نوع سوني IMX 686. الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو. أما الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتري مع فلاش رباعي من نوع ليد فلاش. يدعم الهاتف إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير السلو موشن بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 120 إطارا في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بيكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطارا في الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5. مجمل تجربة التصوير جيدة وتعطي صورا ذات تعريض وتشبع جيد، وأيضا صورا جيدة في الإضاءة المنخفضة. خامسا البطارية.
تأتي بطارية الهاتف بسعة 5260 ميلي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 30 واط، ما يجعل إعادة شحن البطارية تتم في 65 دقيقة فقط. أخيراً الأسعار. يبلغ سعر الهاتف 5555 جنيها لنسخة 6 جيجا بايت رامات، و 5888 جنيها لنسخة 8 جيجا بايت رامات. كانت هذه مراجعتنا لهاتف شاومي نوت 10 لايت، فإن أعجبتكم فلا تنسوا أن تدعمونا باللايك، وأيضا فعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد منا. دمتم في حفظ الله وابقوا في بيوتكم.